لقد كان محمد نبيا فأطعناه ما كان فينا، أفنطيع الآن أبا بكر؟ نطيعه في الله ونطيع الله فيه، إنما يحكمنا ويحكمه رب واحد وشرعة واحدة. إنه رجل من قريش، ولا أرى إلا أن قريش تريد أن تحكم في رقابنا، ونحن السادة أبناء السادة. إنك لن تطيع رجلا من قريش يا أبا شجرة، بل خليفة رسول الله، ولن تطيعه إلا على ما أطعت رسول الله. ولكن محمدا قد مات. ولكن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تلك مقالة أبي بكر يا أبا شجرة، مقالة رجل حازم لم يذهله الحزن عن الحق. ما قالها إلا ليجعل الأمر فيه وفي قريش من بعد. فكيف تقول في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يا للعرب بعد رسول الله، إنه الشر والله عاد ينبت في صحرائهم. لا والله يا ريحانة، ما له حياة بعد الآن. ولكن ألا ترينهم كيف يخرجون من الإسلام في القبائل ولم تجف الدمعة بعد على رسول الله؟ إن هذا غثاء السيل وزبده، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكنه زبد كثير كثير. يا ريحان، ما كان رسول الله مجرد فرد محمود الشمائل، بل هو صاحب رسالة أقام بها حياة جديدة، وقد ترك من بعده نفوسا تحيا برسالته ولا تفرط فيما بناه. أعانك الله يا خليفة رسول الله على هذا الشر وعلى كذاب بني أسد. لعنة الله على طليحة بن خويلد الأسدي ومن خرج معه. ما أضعف عقول هؤلاء، يصدقون أنه نبي ويطيعونه على طاعة الله ورسوله. ما يطيعه جلهم تصديقا له، فلماذا يحبون أن يخرجوا من سعة الدنيا إلى ضيقها؟ ما آمنوا يوما يا عمرو، إنهم يرون أن قريشا قد ظهرت عليهم بنبي، ويريدون أن يظهروا بنبيا من عندهم. لو كان الأمر كما يحسبون، فلماذا حاربت قريش رسول الله وهو منها؟ ما جاهد عليه الصلاة والسلام قوما كما جاهد فيهم حتى دخلوا في دين الله. ليتهم يبصرون حقائق الأمور كما نفعل، ولكنهم لم يخرجوا عن جاهليتهم يوما، إنما يرون النبوة سبقا لقبيلة. كانوا يتسابقون بغير هذا قبل الإسلام، فلما عرفوا النبوة ظنوها ضربا جديدا من السبق. ويلهم، يريدهم الإسلام أمة واحدة متآلفة، وجود أحدهم من وجود الآخر، وهم يريدونها قبائل يضرب بعضهم أعناق بعض، لا يرى أحدهم وجوده إلا في نفي الآخر. ما كاد عدو الله طليحة ينتقض من الإسلام ويدعي النبوة ويتابعه قومه بنو أسد، حتى ذكر عيينة بن حصن حلف غطفان مع بني أسد، فارتد هو الآخر مع جماعة من قومه وتابع طليح. كنت أبغض غطفان وبني أسد قبل الإسلام، فبنو أسد قتلوا خالك صخرا، وغطفان قتلت خالك معاوية، فجعني حلفهم في الجاهلية بأعز الناس، والآن أجد سببا جديدا لبغضهم. ولكن الأمور لن تعود كما كانت يا أمة، فإن القبائل لا ترتد بأفرادها جميعا، بل هي تنقسم الآن على نفسها بين ثابت على دينه ومرتد. أيد الله ثابتهم وخذل مرتدهم. وهذه هوازن أحلافنا في الجاهلية قد انقسمت على نفسها أيضا.
وما أخاف غدا إلا أن يمتد الشر إلى قومنا بني سليم. هوازن تنسى خلافها مع غطفان وبني أسد وتنحاز إلى أهل الردة منهم؟ نعم، وانضمت عصبة أخرى من طي وخرجت وفودهم إلى أبي بكر. وماذا يريدون من أبي بكر وقد ارتدوا؟ خرجوا إليه يعرضون الصلاة على أن يعفوا من الزكاة. ما يفعل ذلك امرؤ يؤمن بالصلاة نفسها؟ فالذي فرض الصلاة والزكاة رب واحد. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم دونه. ذلك ما كنت أتوقعه من أبي بكر. إذن فهي الحرب. نعم هي كذلك. لقد أجل أبو بكر وفودهم في المدينة يوما وليلة، ثم تطاير بعد ذلك إلى عشائرهم، وهم الآن يلتفون حول كذاب بني أسد طليحة. والله ما يريدهم هذا الكذاب إلا إلى التهلكة. لماذا لم يقبل أبو بكر الشهادتين والصلاة ويرح نفسه من هذه الحرب؟ إن الإسلام كل لا يتجزأ، وإنه لو تهاون في بعض هذا الأمر لانهار كله، فلا تفريط في حكم الله. ولكن العرب لا تطيب نفوسهم بهذه الأتاوة. لا تسميها أتاوة يا أبا شجرة، إنها الزكاة، وما نعطيها تفضلا بل هي حق الفقراء في أموالنا، وهي إلى ذلك عبادة. والله ما أراها إلا أتاوة. أما الفقراء فلنا أن نجود عليهم بمالنا أو نمنعهم، أما أن يفرض ذلك علينا فذلك ما لا تتسع له نفوسنا. أرى هواك مع هذا الرهط من غطفان وبني أسد وطي، وهوازن أحلافنا هم أيضا على ذلك. قد محى الإسلام أحلاف الجاهلية. والله لم نعد نعرف حدودنا بني سليم منذ أن انقطع حلفنا مع هوازن. لا حدود بين القبائل في أرض الإسلام، ولا يحسن بنا أن نبصر سوى حدود الإسلام. وعلى كل فقد انقطع ما بيننا وبين هوازن من أمر الجاهلية، ثم اتصل من جديد في الإسلام قبل أن يرتد شطر منهم. ولكنهم قد ارتدوا. ما ارتد إلا السفهاء. ما العلية القوم وساداتهم؟ وهؤلاء والله هم السفهاء. ألا ترى أن هوازن قد تبعت غطفان وبني أسد في هذه الردة؟ فإن كانت هوازن حليفتنا في الجاهلية، فهل نسيت ما كان بيننا وبين غطفان؟ لم أنس يا أمه، ولكن حربنا مع غطفان لم تنقص من مركزنا بين القبائل. أما الإسلام فقد أخملنا جميعا نحن وغطفان، وجعل لقريشنا السيادة علينا. يا أبا شجر، قد أذهب الإسلام عنا نخوة الجاهلية وأبدلنا بها عزة الإسلام، فما يضيرنا بعد اليوم أن نسمى مسلمين بدلا من أن يقال سليم، غطفان إلى غير ذلك؟ والله يا أمه ما طابت نفسي بالإسلام يوما، وأنا أرى أننا نصبح دون قريش والأوس والخزرج. حتى قبيلة غفار تصبح سابقة علينا وهي لم تكن شيئا. لقد استحقت ذلك بسبقها في الإسلام. ألم يكونوا يعدون من قطاع الطرق؟ إنما الأمور بما تصير إليه لا بما كانت. ولكني أراك تفكر بالذي كان أكثر من تفكيرك بالذي يكون. كيف لا، وقد اعتدنا أن نكره كل ما يقيدنا، لا تحكمنا إلا إرادتنا. والله ما هذا إلا من الوهم، فقد كانت تقيدنا أهواؤنا والكبر الذي في نفوسنا. وما الحرية التي تطلبها إلا كحرية الذئاب في الصحراء، يأكل قويها ضعيفها. فليكن، فإن ذلك حري بأن يظهر القوي فينا. ما زلت يا أبا شجر على جاهليتك، لا تحسن أن ترى نفسك إلا في ضدك. فإذا ذهب عدوك حزنت عليه لأنك لا تظهر إلا به،
فها أنت الآن تبغض غطفان وبني أسد الذين قتلوا خليك، ولكنك مع ذلك لا تحب أن يغلبهم أبو بكر. ذلك لأن أبا بكر إذا غلبهم غلبنا نحن أيضا. لأنك تعيش في الماضي وتحن إليه وإلى عودته، وما فكرت في الماضي إلا فكرت في غطفان وبني أسد، فهم فيه علائم بارزة. إذا اختفت ضل طريقك إلى الماضي. علمتم؟ نعم، ذلك والله ما كنت أخشاه وأتوقعه. تعسا لمن بات من قومنا مرتدا. ما العمل الآن؟ هذا ما يبيت الحليم معه في حيرة. ولماذا الحيرة؟ والله إن الذين يرتدون الآن من قومنا ما يختلفون عندي عن غطفان، كلهم في معسكر الردة. بل يحزنني أشد الحزن أن يختاروا لأنفسهم هلاكهم في الدنيا والآخرة. لقد كنا نحرص على خيرهم في الدنيا ونألم لما يصيبهم فيها، وأي مصيبة أنكى على أصحابها من هذه الردة. ألم يختاروا لأنفسهم أن يكونوا مع بني أسد وغطفان، ناسين عداوتنا لهم قبل الإسلام؟ إذن فهم سواء عندنا بأي الميزانين تشاء، فبالإسلام هم جميعا مرتدون، وبحكم العصبية هي الخيانة حين خرجوا عن قبيلتهم إلى قبيلة الأعداء. ولكنهم يعضلون نصف قومنا. هم شر القسمين. على كل حال فلننتظر ما يفعل أبو بكر وما يأمر به أميرنا معن بن حاجز. معن بن حاجز، ما الذي يجعل رجلا من بني حارثة من غير قومنا أميرا علينا؟ لقد أمره أبو بكر، وما أراه يحكم بيننا إلا بعدل الإسلام. وأين أصبحت أنت يا عباس؟ لقد كنت رئيس القوم، والآن يحكم في ديارنا رجل من بني حارثة؟ أليس فينا من يصلح للرئاسة حتى يأتينا رجل لا نسب له فينا؟ لماذا لا تحاول أن تفهم يا أبا شجرة؟ إن معنى ابن حاجز لم يأتنا أميرا من بني حارثة على بني سليم، بل أميرا من دولة الإسلام على جزء منها. هل رأيته يوما يدل علينا بنسب؟ هل رأيته يكاثرنا بمال أو حسب؟ بل هو يعلمنا ديننا الذي سبق إليه، ويقضي بيننا في أمور من شؤوننا. يقضي بيننا بحكم الله، لا يزيد على ذلك. إني لا أفهم هذا. كل ما أراه أننا لم نعد نسود في قومنا حتى يجيئنا رجل من بني حارثة يحكم فينا. لا يصلح لنا رأي بغير رأيه. ما الذي تريد أن تقوله يا أبا شجرة؟ أفصح عما في نفسك. وددت لو نخرج معنا ابن حاجز من بيننا. أليس فينا الكفاية؟ أين العباس بن مرداس؟ أين رئيس القوم؟ أيغدو مثل غيره يحتكم إلى أمير من غير قومه؟ بل يحتكم إلى الله. أما أن نخرج معنا ابن حاجز فلا والله، وما أرى ذلك إلا أول ردة. ليكن، إن كان ذلك لا يكون إلا بالردة. لك لم تسلم يا أبا شجرة، لم تسلم. إن أردت الصدق قد امتحنت نفسي مليا فوجدت أني لم أسلم. نعم، إن كنت تحب أن تسمع ذلك، لقد سلمنا لمحمد مقاليد أمورنا، أما أبو بكر ومعن بن حاجز فلا.
قد تعست إذن وخاب ما أنت فيه. وما علي الآن إلا أن أمضي إلى معن ابن حاجز فأرديه بسيفي. تقتل معن ابن حاجز؟ تقتل نفسا بريئة مؤمنة لغرض من أغراض الجاهلية؟ ثكلتك يا أبا شجر، ما الذي دهاك؟ أنا رجل من قومي. وأنا ممن؟ إن من يحب قومه يطلب لهم الخير ولا يكون معهم على الشر. لقد خرج نصف قومنا عن طاعة أبي بكر وحكم قريش، أفتريدني أن أكون مع قريش عليهم؟ وتنسى النصف الآخر الذي ثبت على دينه؟ بل هؤلاء هم قومنا الذين لا نبارحهم. لا تفتأ تقول حكم قريش، بل هو حكم الإسلام يا أبا شجر. حكم الإسلام؟ لقد وجدت قريش أمرا جديدا تحكم به العرب، ليس غير ذلك. إنك تحب أن ترى الأمر هكذا لكي تسوغ لنفسك ما تريد. وما هذا الذي أريد؟ تريد أن ترتد عن دينك. والله لقد فعلت هذا في نفسك، وما بقي إلا أن تخرج مع المرتدين بسيفك. فليكن، أرتد إلى ما كان عليه آبائي وأخوالي. لا تقل أخوالي، لا أسمع منك هذا ما حييت. لو أدرك خالك الإسلام لما وسعهما غيره. لا أحكم على ما لم أشهد، لقد رأيتهم يتركون الدنيا على ذلك، وما وسعهم فيها يسعني. أتريد أن تقف حيث انتهوا؟ وهل وسعهم ما كانوا فيه من حياة العرب؟ أين تركهم ذلك؟ في رقعة ضيقة من الأرض، وهم الذين كانوا يقطعون الصحراء من مطلع الشمس إلى مغربها؟ لقد عرف أبو بكر من يختار لهؤلاء المارقين. الله لا يقتلنهم خالد شر قتلة، ويحرق عليهم بيوتهم. يحسن إذ يفعل، فإنما هم عضو فاسد لا يصلح معه إلا البتر. إن لها أبا سليمان سيف الله الذي استله على أعدائه، فوالله ما يتركهم إلا كأعجاز النخل الخاوية. ولكن هل سيقدر عليهم وحده؟ إن جل قبائل نجد قد خرج منها مرتدون، فكيف يفعل بذلك النفر من قريش والأنصار؟ سيفعل الله به، ولكني أرجو أن تفيء قبائل سليم التي خرجت من الدين إلى أمر الله قبل أن نرى مقاتلهم. والله لو طلب إلي أن أخرج إليهم لفعلت، فما هؤلاء بقومي حتى يعودوا من الباب الذي خرجوا منه. كيف تطيب نفسك أن تكون مع طليحة بن خويلد وسيد غطفان؟ أعدك يا أمه، إن انتصرت هذه القبائل على جيش أبي بكر أن أعود بعدها أشد ما أكون عداوة لبني أسد وغطفان، ولكن لا بد مما ليس منه بد. عجيب أمرك يا أبا شجر، لا ترضى أن تكون مع القسم الذي بقي على إسلامه من غطفان وبني أسد وتذكر عداوتك معهم قبل الإسلام، ثم ترضى أن تكون مع القسم الذي ارتد منهم؟ على كل، إن من قومنا من خرجوا على طاعة أبي بكر وأنا معهم. ولماذا لا تكون مع الذين ثبتوا من بني سليم؟ يثبتون مع معن بن حاجز، مع رجل من بني حارثة. أين سليم فيهم؟ وتترك إخوتك في ديار الإسلام وتخرج إلى الكفر؟ أمه، لإخوتي أن يختاروا ما تطمئن له نفوسهم، ولي ما أحب. وهل ستطمئن نفسك أنت بما تحب؟ لا أدري، كفاني تمزقا. على كل، إن ظهرنا وظهر أمرنا وعادت الدنيا إلى ما كانت عليه عادوا معها، وإن ظهر أبو بكر علينا
لم يصبهم سوء وحفظوا عشيرتهم بما فعلوا. اسمع يا أبا شجرة، إن هذا الذي تقدم عليه خطير، وأنت على الخيار فيه لأنك رجل يملك إرادته. لقد ربيتنا على ذلك يا أمه. نعم، وكل ما أقدر عليه الآن هو أن أبذل لك النصح. والله إن هذا الذي تختاره هو الباطل، فإن عزمت عليه فذلك شأنك، ولكنك تحتمل العواقب. نعم، إني أحتمل العواقب. ألا ترين يا أمه إني لا أحب أن أكذب نفسي ومن حولي؟ لا أحد يكلفك بذلك، ولكني أقول لك إن الذي جاء به رسول الله هو الحق من عند ربه، فوالله ما تكون هذه الردة إلا هلاكا على أصحابها. وإني أنظر إليك الآن بعين أم ترى هلك ولدها. أمه، إن كنت سأهلك فذلك خير لي مما أنا فيه. ما الذي تعني؟ لقد عشت زمنا أروض نفسي على هذه الحياة الجديدة، ولكني كنت أقنع نفسي بأني سأعتاد ما أرى، ولكني لم أفلح. إن لي نفسا تحيا في الماضي وجسدا يحيا في الحاضر. ألا تشعرين بعذابي يا أمه؟ بلى، لأني أتفيأ ظلا لا أراك تقدم عليه. أمد لك يدي فلا أطالك، وأراك تؤثر لفح الظهيرة. الماء تحت يدك ولا تقدر أن تلمسه. فإما أن أعود إلى ما تنزع إليه نفسي، أو هو الموت يريحني كما أراح من قبلي. أو تظنه قد أراحه؟ أمه. نعم يا ولدي. أتذكرين حين كنت أريح رأسي في حجرك فتمسدين علي حتى يذهب الصداع؟ ذلك زمن بعيد. أفترضين الآن أن أفعل ذلك يا أمه؟ إن في رأسي مثل ضجيج المعارك. كيف نترك واحدا منا يسير بنفسه إلى هلاكه؟ لو منعناه ولا نملك ذلك لظل هالكا في عمق نفسه، وما يزيده ذلك إلا نفرة من الإسلام. ولكن لنتركه، لعله يرى بعينيه فشل الباطل ويقتنع للمرة الأخيرة أن لا عودة في هذه الديار للجاهلية. ولكن ماذا لو قتل في هذه الحرب قبل أن يفطن إلى الحق ويرجع عن الباطل؟ الحياة والموت سواء في الباطل، إنه الموت على كل حال. وهما أيضا سواء في الحق، فإنما هي الحياة على كل حال. هل ذهب صداع من رأسه؟ لا يا أمه، لم يذهب. يبدو أنني لم أعد أقدر على ما كنت أقدر عليه. لم يبقى كل شيء كما كان يا أمه. على كل لا بأس. إلى أين؟ إلى لفح الظهير الذي لم أعتد غيره، لعله يذهب صداع رأسي.
فعلها أبو شجرة؟ ويلنا، كيف نترك أخانا يفعل هذا بنفسه ودينه؟ لا فائدة يا عمرو، فقد اختار أبو شجرة. بئس ما اختار. أيختار طليحة كذاب بني أسد قتلت خالي صخر؟ ما اختار قتلت صخر. فمن هؤلاء إذن؟ هم الحياة التي ألفها رغم كل ما كان فيها. إن أبا شجرة لا يرى الآن خاله صخر وخاله معاوية إلا في من كانوا أعداء لهما. تبكين يا أمه؟ أما زلت تبكين صخرا وهذه الدنيا حولنا تزدحم بالأحداث؟ بل أبكي الآن أبا شجرة معه. ولكن أخي لم يحدث له شيء، أليس كذلك؟ ما جربت فقدا مثل هذا الفقد. فقدت أخاك يا عمرو. تعنين لردته وخروجه إلى طليحة ومن معه من بني أسد وغطفان؟ نعم، فقدت صخرا بالموت، أما الآن فأنا أفقد أبا شجرة حيا قبل أن يموت، وما أستطيع أن أرثيه، لأني لو فعلت فكأنني أكبر فيه الضلال والردة، فحزني لذلك حزنان. هوني عليك يا أمه، ما يلبث أن يرده الحق. ويل لبني أسد وغطفان، إلى ما يفجعونني بأحبابي؟ أما يكفيهم ما نالوا من صخر ومعاوية حتى يفجعوني اليوم بأبي شجرة؟ من أين مقدمك يا سراقة؟ من عندي معن ابن حاجز. أخبر جديد؟ نعم، لقد أرسل إليه خالد بن الوليد كتابا. ما يقول فيه؟ يطلب منه أن يخرج بمن بقي من بني سليم على دينه ليقاتلوا معه مرتدي غطفان وبني أسد وهوازن وبني سليم أنفسهم. والله ما وجدنا أنفسنا نمتحن في موقف كهذا، وسنثبت في هذا الامتحان على الحق إن شاء الله. لقد وجدنا أنفسنا نقاتل أحلافنا هوازن، أما الآن بنو سليم يقاتلون بني سليم. بل المسلمون يقاتلون المرتدين. هذا حق، ولكنه والله عبء ثقيل. ومتى ولدتكم للأعباء الخفيفة؟ ألم يفعل هذا مهاجرو قريش؟ قتلوا قومهم وأقرب الناس إليهم رحمة. وأبو شجرة يا أمه، هل تظن أن أبا شجرة سيجد نفسه في موقف أقل حرجا مما ستلقون؟ أنتم تتعزون بالحق وهو لن يجد عزاء في الباطل. أيجد أبو شجرة نفسه يحارب مع غطفان وبني أسد جيشا فيه إخوته؟ لعل هذا يرده إلى الحق. يا للناس مما يدهمهم، من كان يظن يوما أن من بني سليم من سوف يحارب بني سليم؟ إن كانوا وجدوا من الشرك عصبة تجمعهم مع بني أسد وغطفان وتسوغ لهم قتالكم، فأحرى أن تجدوا من الحق ما يسوغه لكم. وأبو شجرة يا أمه، أخي، ماذا لو وجدت نفسي أواجهه؟ إن تركته فقد أدخلت في قلبي حكما من الجاهلية، وإن حملت عليه بسيفي كيف ستقوى يدي على ذلك؟ ما أظنه سيتركك بين هذين الخيارين. كيف؟ لن يقف في مجال أنت فيه، إنما سيبحث عن مجال فيه قريش. ولكن هل يصح لنا نحن أن نتركه يضرب في إخوة لنا مسلمين من قريش؟ إنه يراهم قريشا، فهل نراهم نحن كذلك؟ هم إخوة الإسلام. إنه أيضا أخي. ليس كذلك، ليس كذلك، وهو مع الشرك والباطل. الله ما أراه إلا كما أرى الذين هو بينهم،
كلهم أعداء الله، وهو أيضا عدو الله وعدوي. كيف تقول ذلك يا عمرو؟ فإما أن أقول ذلك وهو الحق، أو أقول الباطل وليس بينهما شيء. تحمل عليه بسيفك؟ نعم، أحمل عليه بسيفي. فلئن أقتله أنا خير من أن يقتله غيري. وإني لا آمن نزعات الشيطان، فأخاف أن أبغض قاتله، فأكون قد كرهت أخا لي في الله بغير حق. إن حكمت عقلي فإنني لا أقدر أن أرد عليك، ولكني لا أكذبكم، لعلي أضعف إيمانا من أن أقوى على ذلك. إني أقدر ما في نفسك يا عباس، ما تظن أني أتجرد هذا التجرد كله فأنسى ما بيني وبين أخي من وشيجة الدم؟ ولكن علينا أن نختار كما اختار. أتبكين يا أماه؟ ما أشد سذاجتي حين أسألك هذا؟ أترينني قاسي القلب يا أماه؟ ويل أمكم لا تنظر إلى بكائي، أنتم رأيتموه كبيرا صلب العود، أما أنا فقد رأيته طفلا بريئا لا يعرف ما تسوق له الأيام، أحلم له ويحلم لنفسه، والآن أراه في هذه الحال. فماذا تريديننا أن نفعل يا أماه؟ لا نملك أن نخرج على طاعة أمير المؤمنين. لا أقول لكم اثبتوا ولا تخرجوا، ولا أحب أن أرى في عيونكم مثل ما في عيني من الدموع على أبي شجر، فأنا أم وهو ولدي. إن معنى ابن حاجز يخيرنا في من نخرج إليهم من المرتدين، فإن شئنا غرنا على بني أسد حين لا يكون معهم أحد من قومنا، أو نغير على غطفان، فهو يقدر ما بيننا وبين قومنا من علاقة الدم. أنصف معنى بهذا، إنه والله لرجل حكيم. أما أنا فسأكون مع خالد، أغير معه حيث يغير، لا يردني أن أواجه قومي أو غيرهم. أما أنا فأختار بني أسد أو غطفان، فكله جهاد في سبيل الله، وإن نحن قد أصبنا منهم فقد أصبنا من قوة المرتدين جميعا. لقد قال معن مثل هذا يا عباس، إنها حرب واحدة. والله لتجدن غطفان وبني أسد من سيفي سرعة ورهقا. لقد فجعوني بخالي سابقا، والآن بأخي أبي شجرة. أمه، خارجون على بركة الله. نعم يا أمه، وددت ألا تشيعين. ولم يا عباس ويح أمك؟ لقد كنت دائما أحب أن أراك تحضين وتذمرين قبل خروجنا لحرب، سوى هذه المرة ثكلتك يا عباس. والله ما احتاج الإسلام إليكم كما يحتاج هذه المرة. ولأن أمدتم نفوسا من قومكم فإنكم ستحيون نفوسا أخرى، فاثبتوا على الحق الذي أنتم عليه، واعلموا أنكم إذ تقاتلون قومكم فإنكم تفعلون ذلك من أجلهم،
إذا انكسرت قوة الشرك والردة عادوا إلى دين الله وسعة الحياة، فإن الحياة التي يحاربون من أجلها ليست سوى مقابرهم، فإن لم يكن لهم فلأبنائهم من بعد. سنحفظ ذلك يا أمه. ارجعوا منتصرين وانصروا أخاكم أبا شجرة. ننصر أبا شجرة؟ انصروا أخاكم أبا شجرة وأبناء عمومتكم الذين ارتدوا. خرجنا لنهزم جمعهم يا أمه، لتعيدوهم إلى الحق الذي تحيا به نفوسهم، ذلك نصركم إياهم. فإن الكفر والردة موت. خبرت أمي حزينة باكية منذ عقلت عليها، ولكني لم أرها قبل اليوم في مثل هذا الانقباض، كأن على صدرها صخرة ثقيلة. وهل أشد عليها من أن تجد ولدها يرتد عن دينه، وتجد أبنائها الآخرين يجاهدون فيه وفي من هو معهم؟ لماذا فعل ذلك أخي؟ لماذا فعل ذلك أبو شجرة؟ لا تحسبي أنه سعيد بذلك يا عمرة، إنما يلقى في نفسه الآن أشد مما يلقاه من جند خالد بن الوليد، ولولا أنه وجد حد السيوف أهون عليه مما يعاني لما فعل ما فعل. كأنه يطلب الموت يا ريحانة. بل قولي إن أخاك لا يرى نفسه إلا ميتا، رغم أنه يحسب من الأحياء ويطلب منهم ما يطلب منهم، لذا فهو يريد أن يستريح فيراه الناس كما يرى نفسه. ما الذي تعنين يا أمه؟ لم يستطع أخوك أن يتخلص من ثقل الماضي، فهو يعيش فيه بروحه، ثم يفطن إلى أن الماضي قد ذهب، وذهب معه كل ما يربطه بالحياة كما يراه. قد نظرت بين الصفوف بحثا عنه فلم أستطع أن أتبين وجهه، لعله عرف بخروجنا مع المسلمين فانحاز عن القوم. لا، ليس أبو شجرة بالذي ينكس في الحرب، ولكنه سيتجنب أن يلقانا ويكر على ناس من غير قومه. أو كنت بالفعل تنوي قتله لو لقيته؟ والله لقد كنت أريد أن ألقاه، وإن كان لابد من أن يقتل فبسيفي لا بسيف غيري. ما أغرب ما تقول يا عم، لماذا لا تريح نفسك من هذا العبء؟ فإن أراد الله به خيرا عاد إلى الحق قبل أن يقتل، وإن أراد الله به غير ذلك جعله على يد غيرك. إنه أخونا. أو تظن أني سأرتجز فرحا وأنا أقتله؟ والله لأبكينه بدمع القلب، وإني أفعل أحيانا حين أنفرد بنفسي. فلماذا تحرص إذن على طلبه وترجو لنفسك هما لا يطيقه الرجال؟ لو لقيته أنا لكان الأمر أشد علي مما هو علي، فإنه سيجد مفرا من قتلي، أما أنا فلن أجد مفرا من ذلك. والله لقد وجدت نفسي أبحث عنه، وفي قلبي أتمنى أن لا ألقاه.
عجبا. تطلبه وتتمنى أن لا تلقاه؟ خشيت أن أضعف في ذلك الامتحان الشديد، فأخاف الفتنة على ديني. فلماذا تحرص إذن على طلبه؟ أنا أرفق به من غيري، فإني لا أحب أن يسب أو يهان أو يؤخذ أسيرا مهانا. فإن كان لابد فليمت كما مات آباؤه قصعا بالرماح، ذلك أكرم من أن نراه يساق بالسلاسل إلى أمير المؤمنين. لعله حين يسمع أن إخوته في جيش المسلمين يحاربون الردة يثوب إلى رشده، فلن ترضى نفسه أن يكون مع بني أسد وغطفان يحارب جيشا فيه إخوته. والله ما يحب مكانه بينهم، ولكنه يحرص على أن يموت بيد قومه وأخوته لا بيد غيرهم. إنني أعرف ولدي، وحزنه عليك يا أبا شجر. يا ولدي، ما أعجب ما في نفسك يا أماه، كلهم في الحرب قريب من السيف والموت. أقربهم إلى الموت أبو شجر، إني لا أخاف إلا على أبي شجر، فليس هناك ما أخشى عليه من أمر العباس وإخوته، فإنما هي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أما أبو شجر فإنه الموت الذي ما بعده لقاء. لعله يرجع إلى دينه يا أماه، فيعود إليك حيا. أنا فداء لذلك، ولكن أليس من أمل؟ أمل قليل. لقد وجد أبو شجر نفسه في مكان يصعب الرجوع منه، فهو الآن يروي سيفه بدماء المسلمين، وحياته بعد ذلك وموته سواء. سيظل معذب القلب، محطم النفس. الحمد لله الذي شتت بنا اليوم شملهم، فوالله ما يلبثون طويلا حتى يسلموا لنا. ولكني لم أرى حتى الآن طليحة بن خويلد كذاب بني أسد. لعنه الله، إنه يدفع بالجيوش أمامه وهو من ورائهم يجلس في قبته مع نسائه. إذن لا يلبثوا حتى يعرفوا كذبه حين يرون جراحهم وهو آمن من ورائهم. لقد ذهب اليوم عدد كبير من غطفان، ولا بد أن عيينة بن حصن يحسب اليوم قتله. إن عيينة بن حصن يحسن الحسبة، فإذا وجد الدائرة تدور عليهم وألا مناص فسوف يسرع بالتخلي عن أحلافه بني أسد. لقد جاءت الأخبار أن بني أسد قد ذاقوا وبال أمرهم، ويقال إن العباس قد أبلى فيهم بلاء حسنا. بارك الله في العباس، والحمد لله الذي برأه من أن يكون مثل عيينة بن حصن، فقد عد يوم حنين في المؤلفة قلوبهم. قد عصمه الله وأنقذته حكمته بإذن الله، وهو لا يأسف لشيء كما يأسف لتلك الحادثة. قد مضت تلك الحادثة على كل حال، فها هو يرى مكان عيينة بن حصن في المرتدين، ويرى نفسه في المسلمين يحمل عليه. ولكن يخيفني من العباس شيء. وما ذاك؟ أخشى أن يخلط النية في نفسه. ما الذي تعنيه؟ أعني أنني أخشى أن يكون في قتاله لبني أسد وغطفان شيء لنفسه. وهل نحن أقل بغضا لهم من؟ ليس ذاك، ولكننا نبغضهم في الله، وأخشى أن يكون العباس يبغضهم إلى جانب ذلك لخصومتنا معهم قبل الإسلام، ولأنه يراهم قد أفقدوه أخاه أبا شجرة. ألم يختر أبو شجرة لنفسه؟ نعم، ولكن العباس يحب أن يلقي بعض ذلك على الذين سبقوه بالردة.
بي الأرض وانقضت مخارمها حتى تخاشعت الأعلام والبيد. يا صخر، قد كنت بدرا يستضاء به، فقد ثوى يوم مت المجد والجود. فاليوم أمسيت لا يرجوك ذو أمل لما هلكت وحوض الموت مورود. لماذا انتفض حزنك الآن يا خنساء؟ والله ما نقص حزني على صخر، ولكني كنت أرى في أولادي بقية منه تدرك الحق الذي لم يدرك. والآن تفجعني الأيام بأبي شجرة وما أستطيع أن أبكي، فأنا أبكيه في صخر بدمع جديد حار. تتحدثين وكأن الأخبار جاءت بمقتل أبي شجرة، وما هو كذلك؟ جربت أنواعا من الموت لم يكن لنا فيها خيار، والآن أجرب نوعا جديدا، نوعا لا نستطيع أن نلوم أحدا عليه إلا صاحبه. لقد أدرك أبو شجر الخير واختار غيره. ترى لو كان صخر ما يزال حيا، أفيكون أبو شجر على هذه الحال؟ ما أظن ذلك. كان سيجد ماضيه يمتد إلى حاضره في صورة أبهى وأجمل، فلا يجد نفسه أسير الماضي. لقد رأيت اليوم عجبا. وما ذاك؟ رأيت فارسا ملثما من المرتدين يحارب في ميمنة الجيش، لا يظهر منه شيء، ولقد أثخن في المسلمين من قريش. أو تظنه عيينة بن حصن؟ لا، فقد رأيت بن حصن كاشف الوجه قبل أن يولي هاربا. فما حدث؟ شددت عليه أطلبه لكي أقتله وأريح المسلمين منه، فقد لقوا منه أذى شديدا فغيبه عن الغبار ودخل بيننا الناس. وأين العجب في ذلك؟ يحدث ذلك معنا كل يوم. ليس العجب في هذا، ولكني سمعت بعدها صيحة ورائي فنظرت، فإذا برجل كان سيفه قد اقترب مني، ويبدو أنه أصيب في اللحظة التي كاد فيها أن يصيبني دون أن أتنبه لوجوده خلفي. الحمد لله أدركه أحد المسلمين قبل أن يفعل. لا والله، فقد نظرت يمينا وشمالا فوجدت الناس في شغل عني يجتلدون. فكيف إذن؟ رأيت الفارس الملثم على فرسه وبيده الرمح يقطر دما، وكان ينظر إلي. أو تظن مرتدا يقتل مرتدا آخر ليدفع عنك الموت وأنت في جيش خالد؟ لا أدري، ولكني لم أجد غيره وراء فرس الرجل الذي كان يقتلني، وكان ينظر إلينا معا. فماذا فعلتما؟ لقد وجدت رجلك الذي تطلب. لقد نظر كل منا إلى صاحبه مليا، وانتظرت أن يرفع رمحه أو سيفه علي فلم يفعل، ووجدت يدي تتسمر بالسيف لا أفهم ما بيننا. وهو واقف لا يريم من مكانه؟ نعم، لا يريم من مكانه، ولا يحرك سيفا ولا يتقي بدرع، حتى عندما رفعت سيفي أريد أن أقتله تركك تحمل عليه؟ هذا ما حدث، فكأنه كان يريدني أن أقتله. لقد شهرت سيفي وأقبلت نحوه فلم أره يتقي مني بشيء. وقتلته؟ والله لو فعلت ما دافع عن نفسه، وهو قبل ذلك أشد المرتدين بطشا،
ولكني لم أقتل. ويحك، هل أصابك مثل ما أصابه؟ لا، ولكن الناس دخلوا بيننا من جديد وغيبوه عني. لعل غيرك قد أصابه. لا والله، فقد أبصرت به بعد ذلك من بعد يضرب المسلمين بسيفه، فشددت عليه أطلبه من جديد، فإذا رآني توقف عن المدافعة وكشف صدره، ثم يحول الناس بيننا من جديد. لقد حدث هذا أكثر من 3 مرات، يطلب الموت لغيره حتى إذا وصلته طلبه لنفسه مني. ما أعجب ما تقول يا عم. أو تظنه؟ تعني لا 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 أظن ذلك. أرجو ألا يكون هو. أمه، ما بك يا أفصح؟ لقد نصر الله المسلمين وانكشف ظهور المرتدين لهم. أحقا تقولين يا عمرة؟ نعم يا أمه، قد مرت في طرف الديار ثلة من جيش المسلمين، حدثتنا بالخبر. الحمد لله. وطليحة بن خويلد كذاب بني أسد ركب فرسه وهرب تاركا فلول المرتدين لجيش الإسلام، وقد أسر عيينة بن حصن ووضع في السلاسل وأرسل إلى المدينة إلى خليفة رسول الله. الحمد لله الذي أخزاه، الحمد لله. ولكن ويح أمك، ما خبر أبي شجرة؟ ليس بين القتلى ولا بين الأسرى، لقد فتشنا عنه مليا. فأين صار أمره إذن؟ أيكون قد فر إلى أرض بعيدة كما فعل طليحة؟ لا أدري، أعني لا أظن ذلك. ولم لا؟ إن فلول المرتدين قد بدأت بالعودة الآن إلى خالد بن الوليد، تعلن إسلامها من جديد. أفلا تعتقدون أن أبا شجرة يرجع مع بعضهم لذلك؟ لا، لا أعتقد ذلك. ولم لا؟ ما يفعل أبو شجرة ذلك لكي يحقن دمه؟ إنني أعرف أخي، إنه يرى ذلك ضعفا وذلة ومهانة، وإن كان سيعود إلى الإسلام فلن يفعل ذلك من رهبة الموت. لله، ماذا فعل أبو شجرة بنفسه؟ أين أبو شجرة يا عباس؟ أين أخوكم؟ لم نعرف مكانه يا أمه. أصدقوني القول، هل رأيتموه أسيرا يساق بالسلاسل وتريدون أن تكتموا ذلك عني؟ والله ما رأيناه يا أمه. أنتم واثقون؟ كل الثقة. الحمد لله، يهون أن أسمع به قتيلا ولا يهون أن أسمع به أسيرا مهانا. لم يحدث ذلك لأحد من آبائه، وما كان أبو شجرة إلا الفارس ابن الفوارس. أي أرض تقلك الآن يا أبا شجرة؟ أي أرض تقلك الآن يا ولدي؟ ما زالت على حالها؟ كلمتها فلم ترد علي. أريد أن أراها. لا، لا تحاول، لقد رأيت في وجهها أنها تحب أن تنفرد لنفسها. ولكن مضى على حالها زمن طويل.
لا بأس، دعوها تنفذ حزنها حتى ينفرج ما في صدرها. لقد اعتادت على ذلك. ويحكم استهل بدمع غير منزور وعلى، بدمع غير دمعكما وجودا، فقد أورثتما حزنا وذلا. فإن أسعفتماني فارفداني بدمع يخضل الخدين بل. قد أورثني أبو شجرة همّاً لم يورثني مثله أحد، حتى خالي صخر حين مات بجرحه. لو كان عدواً يتهدد لدفعنا عنه ذلك العدو بأرواحنا، ولكن ماذا يمكن أن نفعل وليس عدو أبي شجرة إلا نفس أبي شجرة؟ أتذكر يا أبا شجرة حين بريت لك سيف الخشب وأنت طفل صغير؟ أذكر يا أمه، أذكر أكثر من صباح اليوم. وتذكر حين أردت جدك أن يبادلك به سيفا؟ أذكر يا أمه، لقد كان جدي حكيما وطيبا، وكنت أحبه بكل جوارحي. وهو أيضا كان يحبك. قال لي يوما سيكون ابنك فارسا له شأن، فإن فيه بعض ما فيك. لقد خيبت أمالك يا أمه، ولكني قلت له إن فيه من خالي صخر ومعاون، فقال لي إذن فسوف يسود العرب. هل تذكر يا أبا شجرة حين كنت مع صخر في الحوزة الثانية؟ لقد رددت عنه الخيل، أليس كذلك؟ لقد سر خالي بذلك. نعم، وحق له أن يفعل. لقد كنت حسن الخلق معهم يا أمه. كيف لا تكون ونحن ربيناك؟ نعم، أنتم ربيتموني. لقد أرادني خالي أن أنمو على ظهور الخيل، وقد كنت عند ظنهم. ألم أكن فارسا شديدا يا أمه؟ فارس ولك كل الفوارس. قم يا أبا شجرة، قم، ثكلتك أمك، هل علمتك أن تبكي؟ معذرة يا أمه، لا تغضبي، لقد غلبتني نفسي. لم تكن تغلبك، فما الذي دهاك؟ ألست فارس سليم الذي لا يشق له غبار؟ ألست ابن الخنزاء؟
لن أبكي مرة ثانية، أعدك بذلك. لا أدري ما الذي دهاني يا أمه. كن أبا شجر الذي أعرف، ولدي الذي تفر منه سباع الأرض. أبو شجرة، أخي عمرو، لماذا عدت يا أبا شجرة؟ لماذا عدت يا أخي؟ لماذا عدت؟ لم يكن لك في الأرض متسع رحب؟ لماذا لم تقتلني حين كشفت لك صدري في المعركة؟ إذن فقد كان أنت الذي أنقذني من القتل وأرديت أحد أصحابك من أهل الردة. ألا تعلم يا أبا شجرة أن خالد بن الوليد يطلب أمثالك؟ لن أسلمه نفسي. إذن فاخرج في الأرض حتى يؤمنك خليفة رسول الله، وإن لم أفعل فهو عقاب خالد بن الوليد للذين فعلوا مثل ما فعلت. وما الذي يرغمني على ذلك؟ أنا يا أبا شجرة، أنا يا أخي. وإن لم أطاوعك؟ أقتلك. تقتل أخاك يا عمرو؟ إن لم تترك لي خيارا. لكن لماذا لم تقتلني حين كشفت لك عن صدري؟ حال بيننا الناس، أما الآن فلا أحد بيننا. لا لا، ليس هذه المرة. لقد منحتك الفرصة مرة واحدة، أما الآن فلا. ولم لا؟ لأنك لو قتلتني في المرة الماضية لما لمت نفسك، لأنك لم تكن تعرف أني أخوك وأنا في لثامي، ولكنت قلت إذا لم أقتله قتله غيري. لا يا عمرو، لو قتلتني الآن سوف تبكيني دما، أليس كذلك؟ وأمام أمنا تقطع حبل قلبها. لا لا، لن أسبب لكم هذا الألم. إذن تخرج في الأرض حتى يفعل الله بك أمرا آخر. يا أخي، إنك لرجل، لقد حاربت بمسالة، وقد سرني أن أراك تقتحم بين الخيل لا يقدر عليك أحد. اعتني بأمي يا عمرو.